لقاؤنا اليوم هو حول الحاضنات الاجتماعيات وخاصة حول التموقع الجديد لوكالة التنمية الاجتماعية كفاعل أساسي فيما يخص الإدماج الاجتماعي. فكتعرفوا بلي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هي عندها مكونات أساسية اللي هما التعاون الوطني فيما يخص خدمات القرب والخدمات الاجتماعية للقرب، وكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي. ففي إطار يعني الاستراتيجية حاولنا نلقى واحد التموقع قوي لكل من هذه المكونات، وكان التموقع اللي وصلنا له فيما يخص وكالة التنمية الاجتماعية هو تنشيط الإيكوسيستم اللي بغينا نقوله أو المحيط أو المنظومة ديال الإبداع الاجتماعي. فالإبداع الاجتماعي هو أساسي في المجال أو في المجال الترابي لأنه يرتكز على الذكاء الجماعي وكيف يمكن أن نوظف هذا الذكاء الجماعي من أجل إيجاد حلول تنبثق من المجال للمجال. ففي هذا الإطار وتنفيذا البرنامج الحكومي وخاصة فيما يخص الشق المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، رفع نسبة نشاط النساء من الاقتصادي من 20% ل 30%، ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي مثل القطاعات الحكومية الأخرى في خلق أو بلورة برامج غادي يكون فيها التمكين الاقتصادي، خاصة برنامج جسر اللي وظفنا فيه يعني خصصنا فيه واحد الميزانية مع الجهات والأقاليم لتكوين ومواكبة 36,000 امرأة. باش نواكبوا 36,000 امرأة خصنا مكونين، خصنا مؤطرين، خصنا كفاءات. فلهذا وكالة التنمية الاجتماعية عهدنا لها بهذه المهمة لأن عندها كفاءات ديال الهندسة الاجتماعية في جميع الجهات، وهذه الكفاءات هي اللي غادا تتواصل مع الجمعيات اللي كيشتغلوا على الإدماج الاجتماعي باش نخلقوا واحد المنظومة ديال الإبداع الاجتماعي اللي هي اللي غتكلف بهاد النساء باش تعمل لهم المواكبة. أولا في السوفت سكيلز يعني المهارات الذاتية والحياتية، لأننا نتكلم ماشي غير على الإدماج الاقتصادي، نتكلم على الإدماج الاجتماعي قبل الإدماج الاقتصادي، لأن أولا خص تأهيل هاد الأشخاص اللي هما في وضعية هشاشة من ناحية المهارات الذاتية، تقوية المهارات الذاتية، اللغات، التواصل، البحث عن شراكات، ومن بعد عاد كيجي المشروع المهني كيفاش غادي نواكبه. فإذا في إطار هذه الالتقائية أولا مع مشاريع التنموية وتمكين مع المكونات الأخرى المتواجدة في المجال، كنهنئ وكالة التنمية الاجتماعية لأنها قدمت واحد البرنامج مهم جدا لمواكبة برنامج التمكين والريادة للنساء، وكنتمنى لهم التوفيق. واليوم حنا الحمد لله حاضرين لهذا الملتقى إلا باش نتكلموا على حول موضوع ديال الحاضنات، لموضوع اللي هو موضوع مهم جدا، لأن هاد الحاضنات مهمة أنها تكون رهن لإشارة الشباب باش أنهم تحتضن المشاريع ديالهم وباش تمكنهم بأنهم تكون عندهم واحد الاستدامة. وأجوردي حنا غنكمل معكم لأن لا سينيرجي دي بارتنير إلي تري إمبورتونت بور لا ميز أون بلاس دي إنكوباتور، إي أجوردي أوني تري كونتون دتر بريزون parmi vous pour apporter un appui aussi à ces incubateurs à travers les Moubadarat et à travers les appuis de pré-création et post-création et aussi le financement. Et merci. رجعنا للملتقى راسنا وشفنا بما انه راه كاين ما يدار ولا سيما فيما يخص المراه درنا واحد الجمعيه وسميناها إيلي باش نعاونوا في التنميه ديال العالم القروي. وباش غادي نعاونوا في هذه التنميه ديال العالم القروي غادي نعاونوا بالفياق ديال المراه المسؤوليه ديالها، ونعاودوا نعطيوها ثقه، تاخذ الثقه في نفسها لانه بكثر التهميش ما بقاتش تعرض تقول لك انايا غير، ايوا حنا غير، وهذيك انا غير ما كتعجبنيش، لانه كل واحد راه عنده ما يعطي وعنده حقه يعطي. دونك درنا هذه الجمعيه ديال إيلي وتهضر على المرأة، وفي المرأة كاينين ثلاثة العائلات، كاينة العائلة ديال غدا، وكاينة المرأة ديال اليوم، وكاينة المرأة ديال البارح ديال اليوم اللي هي فيها استعجال، هي المرأة ديال غدا، البنية خاصها تقرا ما عندها ما دير من غير القراية، باش نكونوا إلا بغينا نكونوا العالم ديال غدا إن شاء الله يكون في المستوى، تيخصنا نهتموا بالقراية ديال البنات وبالهدر مدرسي.